أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج باسم القانون. إذا ننطلق توا نمشي مع بعضنا باش تخرج معنا تشوفوا أهم العمليات اللي باش نقوموا بها توا في إطار الحملة اللي باش نجوبوا بها شوارع مدينة أرينا الشمالية، خاصة رواد، سكرة، دار فضال، انخيلات، وتشوفوا معنا كيفاش عمليات الإيقاف والتحري إلى آخره. إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب نتيحوا معناها موضوع به. كيف الوحدات الوقف الحازمة؟ الوقف الحازمة في المفترقات مع إجراء رقابة ترتيبية فعالية على الوسائل والأشخاص. بالنسبة للسيارة هذه حديث السرقة يتم إيقافها، دون 884 دون 80 يسيزي محل سرقة لحديث السرقة من جهة برج الوزير. قاعات العمليات هي المحرك الأساسي للمنطقة، هي اللي تشرف على النسيج الأمني المحكم اللي سيطر البرة. عندنا نسيج أمني، سيارات، دراجات، الدوريات متنقلة أو مترجلة، نتلقى مكالمات كبيرة مع عند المواطنين سواء من القيادة اللي هي الإقليم أو القاعة للعمليات المركزية. احنا بدورة نوجه حسب المعطيات وحسب الإفكتيف. عنا حملة على مستوى أريانا الشمالية، باش نقوموا بالحملة متاعنا على زوز مستويات. المستوى الأول اللي هي الحملة الكبيرة باش نمشي وكونفوا كامل نشوف المظاهر المخلة بالأمن العام، تسكي مظاهر مخلة بالأمن العام والشراب، خلاقة، جرام، كل شيء. وباش نعملوا على مستوى ثاني، في مهمة ثانية باش تخرج الكراهب الكبار على رواحها. ثم مستوى ثاني اللي هو باش نعملوا كمين، على مستوى نقاط سوداء وتكون قريبة للكراهب متاعنا وللنقاط القارة متاعنا، باش ننجموا نسكروا هذه كمين ما يعرفوهاش العباد. مش كيما نقطة قارة معروفة هذوك فما غادي بوليسية، لا، باش يلقى بعض بوليسية أخرين اللي هي كمين نعملوه بالكراهب والموتورات متاعنا. نزيد نذكر بالحريات وبالديمقراطية وبالحرية الفردية، ما نجاوزوش، ما كل واحد ياخذ حقه. لقيتوه سارق نحط له منوط ونطلعه في الكرهب، لا نضربه لا نسبه لا حتى شيء. والحمد لله احنا تو عنا احنا ثورة بصراحة، اذا كان عندها فضل علينا اللي علمتنا اللحمة مع بعضنا، سواء احنا بالزي ولا المدنيين ولا زملاء الحرس نتاع الحرس الوطني. بصراحة معناتها الثورة اعطتنا كسبنا من وراء الثورة ذي اللي هي اللحمة نتاعنا. سبتمبر 83 زدوا مبروك وأم الجمعة.
لحظة كل ما تطلعوا الكهرباء كل ما تطلعوا لحظة بوكس كور هاك تليفون و 20 دينار خلي الكراب تتعدى تحكينا على العملية صارت توا. العملية دي في نطاق مكافحة الجريمة وباع الخمر خلصة والنقاط المنزوية المظلمة. السيارة هذه كانت واقفة والأفراد اللي فيها بحالة سكر، تم تفتيشها وعدينا الهويات على الإعلامية إلى بها تضح واحد منهم وفتش عنه بيت محكمة الرين الابتدائية محكوم غيابي، فالشيخ على تقديمه واضح، وحاليا تو باش نواصلوا في اتجاه الشيخ العرب.
هات لا سيرون. لا سيرون. هات كونترات. باسمك هيا. لا مش باسم. عافية فهمش. فهمش هات في صورات. كان كارت جريز برك عندك. لا عندي كونترات. مش نعم بيه. كونترات عندك. لا سيرون سيرون. يا شيء كان كارت جريز. يا رب مزاد مدينة. كارت جريز ذكاها وفاها ولا. عندك شو هالكوفر. وعندك كونترات. سيرون عندك فينيات هون هون. الفازيت هون هون. ما عندك شو هالكوفر. ما عندك شو هالكوفر. كيفاش تم القاء القبض على السيارة؟ بالنسبة لنا احنا في إطار الحملة العادية نتاعنا اللي طرفقونا فيها استوقفنا السيارة هذيا بالطبيعة فتشناها لقينا شراب لقينا بيرة عدينا هويتهم على الإعلامية احنا بالنسبة لهويتهم حالة عادية بالنسبة لهم هما شاربين هاك تشوف سيارة ما غير الرقم المنجمية نتاعها بالنسبة للسيارة فيها كان الكونترا ما عنده حتى شيء لا حتى وثيقة. عنده كان بيرة حنا ايش برا ما قلنا لك نعرفوك مشات على روحك مشات على روحك كايا توا باش نشدوا الزون الثانيه اللي هي معتبره زادة زون نوار اللي هي دار فضال سكره بلايس معروفه في غديكا معناتها فهمتني احياء شعبيه غديكا باش نحاولوا ننظفوها بالكامل نعملوا راتيساج على الزون هذه احنا تو يعني في منطقه المركز الشرطه بمنطقه برج الوزير يعني مركز الاستمرار ببرج الوزير وقاعدين يعني في فترة استراحة مع بعض أعوان منطقة الأمن في انتظار يعني العودة للفترة الثانية باش نزوروا فيها بعض المناطق اللي هي منطقة ريان الشمالية الأماكن الأخرى يعني باش نمشوا له تو عندنا الشيخ العرب عندنا نهج المطار عندنا دار فضال هذوما تكثر فيها الجريمة في الليل تكثر فيها الجريمة الزويدية هذو ما هم ندزورهم في الليل برشا مرات باستمرار ديما ندورو فيها
باش نتصدوا للجريمه ونتصدوا لتوسكي اي حاجه تقلق المواطن. هذا بعد نصف الليل تو الاكثريه البلايص هذوما اللي كلمك عليهم الزميل هذوما الاكثريه بعد نصف الليل خاطر ثم عنا عباد اكل يرقدوا في النهار يفيقوا بعد نصف الليل فهمتني تبدا بركاجات ما عادش هنا يبيعوا زطله يفكوا العباد فهمتني هاكا احنا مش نحاولوا ولا ماكسيموم نتصداو لهم مجرم فيه تسعه مناشير ونشدوه بسيف واحد ويحصر في طفله وبالمحجوز سيف سيدنا حمزه مش سيف نرمال معناها ومن بعد اربع ايام نلقاه يحوز قدامي يقول لي مش قلت لك راه يمشي يروح راه يومي باش تروح بيا وايفيكتيفمون اخته عندها امه عندها اختها واصله تروح بيه من المحكمه موجود الملف السيد هذا موجود تفضل معانا علاش طلبتك انا تويك فطلع معايا تويك الفرقه شو تعاد ليا الفوق وشوف المحاضر وشوف الدنيا كل مازال كي يروح البارحه من القضيه زاد هبط في الريشيرش مره اخرى دقيقه من الزمان برك نشوفوا المسيت بعد هنا في المدخل شوف الملفات هاي كما قاعدين نشوفوا يعني سي راشد رئيس الفرقه العدليه بمنطقه الامن ببرج الوزير باش يورينا بعض الصور لبعض المنحرفين الذي بعضهم خطير يعني شكون سي راشد هذا؟ صابر فضلاوي ولد شهره ولد تونس اي تعهدت به فرقه مقاومه الهجره هذا مفتش عنا تعهدت به فرقه تم القبض عليه من طرف شرطه عدليه وتعهدت به فرقه مقاومه الهجره هاي بعض الأطراف الأخرى شكون هذا السيد غاز يدوروا على فيسبا ياكل يعرضهم ها تحويجه ها درا شنو عندهم البير قاعدين يسكروا عندهم الغاز هذيك الوسيله اللي يروعوا بها المواطنين باش يسلبوهم ونحيوا مستوشياتهم وتليفوناتهم كنت نعيش في طالع عندي نهارين مزيت كي روح هم وقفوني تو خويا في الدور غاز عندك منين شريت مش نتاعي غاز ليش مش نتاع تحترم نفسك فهمت انت في حال سكر توا تحترم نفسك واضح علاش وقفوك انت توا ما عندي شيء خويا مروح على روحي يا كابتن بيرا نتاع خويا مروح على روحي ما عندي حد شيء احناش لقينا عنده كابتن بيرا احناش صحيح احناش كابتن بيرا لقينا شم ريحتي تلقاني شارب خويا اللي تعمل انت مبروك باش ناخذ بكو دخان ومروح على روحي ما عندي حد شيء ولي انا روحت البارح ومصفي وضعيتي اموري واضح منين روحت البارح روحت البارح من بوشوشة من المحكمة قول ماكو بالمحكمة عندي اختي عندك اختي على اسم موقوفين على اسم موقوفين مش فاهم خلط في الاسماء ولا شنو مش فاهم علاش السيد ليخ شنو ها كيفاش عارف قديم عندك
ايه بالنسبه لنا نحن تواشين للمنطقه الثانيه اللي هي تعتبر نقطه من النقاط السوداء الموجوده في المنطقه هذه المنطقه الشماليه القريه الشماليه. في منطقة تفتيش بحي الغزالة وتم القبض على أحد المفتش عنهم وكيما تراو اللي هو لهنا. علاش توقفت زيته؟ ما نعرفش حسب ما تبين رشاشة اللي فايت مركز القاعدة الأندلس من أجل بيع الخمر خرصة مش قدموا كان سوى وضعيته سوى ما سواش شوفهم الإجراء لازم فيه شانه فهمتني؟ علاش تم توقيفه السيد هذا؟ بالنسبه للسيد هذا تم توقيفه خاطر سرعه زايده في الرومبو والفيمي نتاع الكهرباء. عندنا نقطه في مدخل حي النصر ونقطه هذه محمود الماتري ونقطه بين مفترق كرنوا. كما كنت تراو يعني الحمله الامنيه تم القبض على بعض المشتبه بهم وبعض المفتش عنه وبعض السيارات في بالي ثلاثه سيارات ولكن يعني اللي شد انتباهي هو صوره يعني معلقه في الكهرباء مروان هذا شكون السيد هذا؟ زميلنا وخونا والتو رانا مشوين عليه وماذا بينا عنده اخته زاده معاقه ماذا بينا تلقى حقها وحقها. حقين باش يلقى حقه في الاسيرانس هذايا خاطر ثم حاجه ما تعرفهاش العباد اللي البوليس وقت يموت وهو يخدم ما ياخذ شيء. باسم القانون يدعو لفتح تحقيق في ملابسات مقتل مراد العروسي وبقيه اعوان الامن الذين تعرضوا لانتهاكات جسديه ومعنويه اثناء ادائهم لمهامهم. هو يقوم بالمهام نتاعو وخدمته ضربته الكهرباء وهربت في اتجاه كرتاج. دخول عليهم قتلوا ذبانة حسيلوا بعد ساعة ونص يتشدوا زوزة دوما كأنهم همش عاملين حد شيء في نفس الكهرباء مازالوا يشربوا ويسكروا معناها يعني ما عرفش تقول حشاك عفسة ولا قطوس مراد راهو يقعد ديما في قلوبنا واخته وكل المعاقة هذيك راهي اختنا نحنا ونحنا نبقاو اخواتها لاخر نهار وكاو ان شاء الله ربي ينور له حقه وكاو.